إن من عجيب حكم الله وتقديراته التي نتلمس فيها لطف الله وكرم الله ورحمة الله بعباده ورأفته بهم جل جلاله أن الابتلاءات دوما ما تكون محفوفة بالعطايا، وكم في طيات المحن من منح، وكم يكون في تلك الابتلاءات من هبات وأعطيات، حتى لقد قال قائلهم: ويكأن العطاء لا يأتي إلا على طبق من الابتلاء.